السلام عليكم. نستناو لي بارتيسيبون نبداو اللايف. ان بارتيسيبون سا لي سوفي دو كومونسي لو لايف سي با ان بروبليم. بارتيسيبيو يا جماعه. ها حالا ما رايش مليح الانسان راه مريض راه بلا طونسيون راك تشوفوا راني نتكلم راني مريض راني بالطونسيون متر نمشي ها والله غير بالطونسيون متر راني نمشي بتاع لا طونسيون اون با لو شوا لازم نتكلموا باسكو كيما دائما نقول هذه بلادنا اون با دوتر بي دو ريشونج ما عندناش بلاد بديل نروحوا ليها هذه بلادنا دونك لازم نناظروا دونك شاركوا بارطاجيو بوزو دي كيسيون يفو تروفي اون سوليسيون بلاد راهي راه الخراب والناس ما راهيش تبان ماهوش جايب الخبر كما يقولوا مديه الواد وهو يقول يا محلاها تفرشيكا الشعب ما راهش جايب الخبر واش صاير راهي كارثه اقتصاد ما كاش راك تشوف لا ريبرسيون القمع امور راهي ماهيش سهله يا جماعه دونك يفو بارتيسيبي يفو بارتيسيبي احنا ما قلناش بلي لازم تكونوا معنا او تشاطروا كلامنا لكن يفو بارتيسيبي دونك باسكو اون با لو شوا ما عندناش خيار واحد اخر هذه بلادنا لازم ننقذوها دونك قبل ما نبدا جيسي دو ديفلوبي كي كيسيون شان نشرح بعض الاسئله اللي طرحوها عليا الناس او كتبوها لي في الخاص منها واحد يقول امي موح عامين ونص تاع الحراك وما كانش الحلول يعني ما كانش الحلول اون بو با دوني دي سوليسيون في 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 التوتر في 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 العنف في لا ريبرسيون في القمع ليا دي سوليسيون علاش ما كاينش دي سوليسيون او كونترير هنا في الجزائر اسهل الحلول هنا في الجزائر باسكو ما عندناش دي كونفلي دو ريليجيون ولا دي كونفلي ما عندناش كيما نقولوا الشيعه ولا السنه كيما في, 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 في الشرق في الشرق الاوسط عندهم دي كونفلي دو ريليجيون عندهم دي كونفلي نتاع اثنيك عندهم حنا عندنا مشكل سياسي حنا شعب واحد شعب موحد شعب كما قلت يتحب اون با سي كونفلي باش دي امور صعيبه او كونترير لي سوليسيون كاينين مي ماشي في القمع ماشي في التوتر ماشي في في في, في لغه القمع رانا نشوفوا يعني المسؤولين اللي راهم حاكمين البلاد يتكلموا غير بالعنف وبالتهديدات وبالحبس الحلول كاينه الحلول كي تكون صافيه الامور كاين حوار كاين تشاور إليا نيغوسياسيون إليا كونسيرتاسيون إليا 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 ديبا إليا لي ليبرتي دوبينيون إليا لي ليبرتي دو بارلي كي تكون الحريات كاينه كاين حلول لان كما قلت في الجزائر كاين مشكل سياسي ناس حكموا البلاد من 62 ما حبوش يطلقوها دخلتهم الفهمة باللي البلاد نتاعهم قاعدين يتاطوني وقاعدين يستعملوا في العنف ونفس الوسائل من 62 الى القمع يجي معايا انت العدو تاعي يجي بالسياسه تاعي فاشله يا انت عدو ندخلك الحبس اون بو با كونكريتيزي دي سوليسيون في 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 لا سيتياسيون راهي تغلي الامور عنف قمع تهديدات تشوفوا مسؤولين كبار في النظام الجزائري يتكلموا غير بالعنف حاطين فئه من الشعب عدو وحاطين دايرين عدو خيالي ويحاربوا فيه دونك نيورا با دو سوليسيون مي لي سوليسيون كاينين اي سون فاسيل باسكو قلت حنا اون الجيري اون با دي كونفلي ما عندناش كيما نقولوا خلاف ديني او خلاف كيما نقولوا جو سي با الخلافات هذو اللي راهم يضربوا عليهم في الشرق الاوسط ولا قال بين المسلمين والشيعة والهندوس والمسلمين حنا نو حنا شعب واحد اون ان بروبليم بوليتيك ان جروب دي فامي كيك فامي تيان لو بوبل اي لو بيي اون اوتاج مثلو ستين وما يحكموا كارثه راهي هنا ما حبوش يروحوا ويستعملوا نفس الوسائل القمع التهديدات وكل واحد
ينقذهم سياسيا، ماشي ينقذهم مع العنف، انا ماشي نستعمل العنف سياسيا. انت العدو تاع عندك الحبس، الحبس ولا سهل عند بالهم راهم يبعثوا الناس الكولوني دي فاكونس، ناس عندهم ولادهم عندهم المستقبل تاعهم ضيعوهم في الحبس، سي باسكو نشروا ان بوست في الفيسبوك ما يوالمهمش او ينقذهم. هاو البروبليم، البروبليم ورا اون بي با تروفي دي سوليسيون في هذا الحاله المتوتره، حاله العنف، حاله القمع. لي سوليسيون يجوب الحوار، يجوب المصالحه، يجوب التهدئه، يجو بالخطابات السياسيه، بالخطابات اللي فيها يقملوا فيها مسؤولين كبار غير يهددوا، لا لا يد من حديد، لا لا اللي يهضر رندوه للحبس، لا لا ما على باليش القوه الضاربه، ما نصرنا زعني رانا نتفرجوا في سوبرمان. سي تا بروبليم، اون بو با تروفي دي سوليسيون. il y a des solutions، il y a des solutions. وطرحنا بزاف الاسئله، هم عندي الفيديو هنايا كناشط سياسي مديت الاسئله بليزيور اكتيفيست بوليتيك في اوبوزيسيون سوا ديزون حراك يزون دوني دي سوليسيون. مين النظام راه يستعمل الاقصاء، لا بوليتيك ديكسكليزيون، ما كانش يجي معايا، يا انت عدو يا انت ارهابي يا انت هكذا يا انت هكذا يا انت هكذا، ندخلك الحبس. اين يورا با دو سوليسيون، لي سوليسيون يجو كما قلت في الكالم، في المصالحه بين الجزائريين، في الحوار، في فتح قنوات الحوار، فتح السياسة، يخلوا الناس يديروا السياسة، يخلوا الناس يمدوا الرأي نتاعهم، نلقاو الحلول، باسكو هنا الحلول بسيطة في الجزائر، لكن نعرفوا وشكون اللي راه يحكم في البلاد، علاش راهم شادين البوفوار، بيرومون بور بروتيجي لي زانتيري دوتو نتاعهم، ناس سرقت، نهبت، وصلت المراكز عليا في مؤسسات الدولة بالترافيك بالمعرفة، وذوك حصلوا، ذوك الناس أو الشعب راه يدومون دي حقه سون دروا، أن إيتا دو دروا سي سون دروا، أن إيتا ديموكراتيك سي سون دروا، أن إيتا ديغاليتي سي لو دروا دو بوبل. قال لك لا لا، يروحوا لنا الامتيازات وتحاسبونا وما نعرفوش وخايفين وما نعرفوش، قاعدين يهدموا في الجزائر بالقمع بالكذب، ها دي مونسونج. انا نشوفو مسؤولين يعني يمدوا الارقام، يمدوا ديزانفورماسيون، يعني كارثه، يعني سي اونتو، يعني انسان ما ندخلوش في الديتاي، بصح الناس قاع على بالها واش صاير. il gère le pays, si vaste pays, 45 مليون دجاني avec le mensonge بالكذب، باسكو علاه ما يلقاوش الحلول، هما الحلول اللي يحوسوا عليها يبقاو في الحكم باش يحفظوا المصالح نتاعهم، والمصالح كما قلت نتاع البلدان اللي راهي ساند فيهم، والمصالح اللوبيات، والمصالح اللي نهبت لنا الاموال نتاعنا. دونك اي سو ريفير توجور ا لا سوليسيون دو فورس دو ريبرسيون، اللي يهضر يدو الحبس. ناس ولات تخاف الى يديروا جمل بالخير او الى بارطاجيو الفيديو او المنشورات نتاع بالخير، وين وصلنا يعني. دوزيام كيسيون، يعني ما عليه ما لازمش نجاوب عليها، لكن قال واحد ما رايك في التهديدات نتاع سعيد بوتفليقه كيعقب في العداله، وقال عندي ملفات، وقلت انايا ما عنده حتى ملفات. واش الملفات؟ الحراك فضح كلش، انفضحت كلش الامور، واش من الملفات اللي عنده سعيد بوتفليقه باش يقول نجبدها ونهزز الاركان المؤسسات الدوله الجزائريه، دي مؤسسات ضعفوها. السرقه على بالنا وشكون اللي سرق؟ على بالنا اللي راهم يخدموا للخارج، مكشوفه الامور، واش قاعد عندي ملفات وما نعرف وعندهم، وانا ما جبتهمش انا كنت تحكم. هذو لي دوسيي دو شونتاج، يعني بيناتهم حنا الامور راهي باينه، بلاد نهبوها، بلاد كسروها، مؤسسات الدوله الجزائريه ضعفوها،
نعرفوا شكون هم النيو كولوناليزم او كما قلت المستعمر الجديد اللي خلتهم من فرنسا من 62، وتكلمنا في الموضوع هذا بلي ولاد فرنسا اللي حكموا البلاد ما حلوش الجزائر تتقدم باش ما تكونش منافس لفرنسا باش نبقاو تحت رحمة فرنسا. هذا كان مخطط من 62، فرنسا دارت المستحيل باش الجزائريين ما يتطوروش في الصناعة في التعليم فاش نبقاو تحت الرحمة تاعهم. وفك الشعب فاق، الشعب يعني مصغر يعني بالانترنت والحالة راهي انفورماتيزي والحالة الناس فاقت. دونك اون اون تران دو لوتي بور ريكوبيري لاجيري باش نسترجعوا الجزائر المواليها اللي هما الجزائريين الاحرار اللي هما الجزائريين الوطنيين تاع الصح اللي راهم ينظروا من اجل التغيير. زيدوا الكيسيون واحده اخرى ثاني، كيف كيش على يتكلم واحد يقول لك ارتفاع الاسعار وتهديد نتاع وزير التجاره للتجار. يعني باش نتفاهموا مليح ببساطه، انا دائما نتكلم بكلام بسيط للشعب. الاقتصاد مربوط بي بي برودوي انتيريور بروت، باش نتفاهموا مليح، المنتوج المحلي. اذا كنت تصدر اكثر ما تستورد، يعني تبيع عندك منتوج كبير قل ما تجيب، الاقتصاد نتاعك راك مليح. شكون ابل يقيسوا دائما بي بي برودوي انتيريور بروت. واش ننتجو هنا لي سيرفيس كلش حاجه اللي ننتجوها هنا بدراهم لي سيرفيس بدراهم برودكسيون كلش، الى كل عام يطلع رانا مليح في الاقتصاد، ولا ما يطلعش راناش مليح. حنا بي بي تاعنا راه زيرو، انتاج ما كاش، ما داروش كاع تريكي كاع مطرافيكي الامور. وارتفاع الاسعار ندو نولو نتكلموا كيما هما بطاطا اللي المينيس ونهدد ونضرب والمضاربين ونديهم للحبس 30 سنه. وشنو هذه الحاله؟ شنو هذه الحاله الفوضى هذه؟ تقول سوق الحر دخل في 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 الكوميرس انترناسيونال ليبر، عندك معاهدات في في التجاره الحره، وتهدد الفلاح يهبط لك البطاطا ب 2000 فرق ولا تديه الحبس. ما كاش المنتوج، ما كاش، باسكو سياسه الفلاحه سياسه التجاره خاطئه. كوميرس انفورمال كوميرس همجي لا برودكسيون ما كاش، ويكذبوا على الناس ويكسروا لي بري سياسيا. نعطيكم مثال، في رمضان الدجاج طلع وهبط باسكو بعثوا له ستوك تاع لونات نتاعهم، دوك ما عندهمش ستوك تاع البطاطا باش يكسروا لي بري، راهم يهددوا في التجار. يروح التاجر يقول له بيع البطاطا يخسر فيها، ما كانش الانتاج، ما كانش لا برودكسيون. بكري كانوا يجيبوا لامبورطاسيون، ومن بعد يقول لك دخلنا من الفلاحه 27 مليار، وين راهي الفلاحه؟ جوج قطارات تاع البطاطا في الواد واد سوف، يقول لك عندي فلاحه. إن يا با دو برودكسيون، البري او الثمن تهبطوا الانتاج، كش اللي هبطوا؟ هبطوا لا برودكسيون، الانتاج هو اللي هبط الثمن. لوفري لا دوموند، اذا كان الانتاج كثر من الطالب تولي البطاطا بطل. الى عندك جوج صنادق على 45 مليون توصل للمليون الكيلو، وقاعد يهدد والمضاربة. وش من المضاربة؟ المضاربة في المواد اللي المدعمة، في الحليب باسكو الدولة تدعمه، هذا تديه الحبس، في الخبز، أو روح تشوف اللي راهم مستوكين صحاب الفريقو اللي هما نتوما. ما شفناش ناس تستوكي السلعة في الفريقو باش يطلع البري. الناس تستوكي السلعة في الفريقو كيكون الإنتاج فائض، فائض
باش يستوكيو لداخل الفريكوات. حنا هنا ولاو فريكوات بارتو دي فريكو يستوكيو فيهم التفاح بجوج دور ويخلوه حتى يخرج الوقت تاعو ويبيعوه ب 40 ألف ويستوكيو البطاطا ويخلوها حتى تولي لاكريز ويبيعوها غالية. روح لهذوك صحاب الفريكوات اللي كيما قلت ممنوع باش يستوكي كيما يكونش الإنتاج. Le stockage des produits alimentaires ou d'autres produits quand il y a un excès de production. باش ما تخسرش. كي يكون الانتاج طالع تاع البطاطا عندك الحقبة تستوكيه لداخل الفريغو. اما ذوك ممنوع بوجيو ماشي تروح لواحد في المارشي يشري البطاطا ب 9000 ويبيعها ب 10000 تقول له بحالي ب 2000 باش يرضيك باش يرضي السياسه تاعك باش تبقاو في الحكم. بروبليم كبيره فوضى كبيره. منا يقول لك التجاره الحره ومنا يقول لك ندوا للحبس وما نعرف وبيد من الحديد وغير التهديد لا وفر الماده يحبط لك البري. ما كانش المادة يطلع لك البري. قلت صوف لي برودوي سوتوني بار ليتا. جيب البطاطا نتاع الحكومة ودير لها تاكس بعشرين بألفين واللي لقيتو بيعها فوق الألفين دير الحبس. اشري الفلاحة ب7000 ودعم البطاطا باسكو رانا اون كريز بيعها ب2000 واللي تلقاه بيعها فوق ال2000 تديه للحبس. هنا عندك الحق. اما باش تروح للفلاح تقول له الله الله ربي باش يرضاو عليا الناس بيع لي البطاطا ب2000 فراك سي دو نيمبورت كوا دون زان مارشي ليبر سي دو نيمبورت كوا. دونك لوغمونتاسيون دي بري سي دو ا لا ديمينيسيون دي برودوي. بكري كانوا ما عندناش انتاج احنا غير كذب. فلاحه مهتسكه في الجزائر ما كانش دي غروند كيما نقولوا كولتور ما كانش. في تونس برك سيدي بولاي يدير لك بالمليون زوج ملايين دجاج. هنا يا فلاحه 1000 2000 3 ومن بعد جات لا كريز والفلاحه الصغار راحوا كولاو دونك بقاو كيك فلاحه فلاحين اللي يديروا الدجاج يلعبوا بالبري كيما حبوا. Il n'y a pas une production de la il n'y a pas une production de la batata. Il n'y a pas une production de produits de la nature. Parce que maintenant, je suis là. Plus j'ai de stamakash ou quand il y a un monde de flosse, j'ai de l'importation. Donc, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظك سامي. دي كيسيون جو ريبون. يستعملون موارد البلاد من أجل إطالة بقاء وين ديكتاتور كيفاش تبقى لا ديكتاتور تبقى بالقمع ويشرو قلوب ضعيفة لونساج هبط لي البطاطا باش يرضاو الناس جو سي با سي سا سو كون ابيل لا ديكتاتور. ما عندهمش هادو ما عندهمش قال عندهمش كيما نقولوا ان بروجي للبلاد. اللي يجي ضدهم سياسيين يدوه للحبس وكما قلت يستغلوا فقر تاع الناس ويرشيوهم بالديار تاع السوسيال بسمحوا لكم الكريديات نعطيكم لونساج وهما تشوفوا واش داو. هما داو الملايير المليارات عايشينكم دروا
عايشين كوم دروا. والشعب اللي يجي ضدهم سياسيين وما يقدروش يشريوه يقمعوه يدوه للحبس، واللي نفسه ضعيفة ما يعرفش معنى الحرية، ما يعرفش معنى الجزائر، ما يعرفش الجزائر واش عندها ومعنى الحقيقية للمعيشة نتاعو، يشريوه يحقر الفلاحة باش يهبطوا له البطاطا 2000 فراك باش يرضي مساكن هذوك الزواولة هذوك. هاو كيفاش تمشي لا ديكتاتور شمارس كوم سا لا ريبرسيون بور دي جون كي فون دو لا بوليتيك اي لا كوربسيون بور دي جون فابل. الزهطة للناس اللي دير السياسة، الناس اللي قفزة، الناس اللي تجاوزت البطاطا والديار، الناس اللي تخمم على الجزائر، تخمم على المستقبل تاع ولادنا، تخمم على الأمة الجزائرية اللي لازم تبقى على تطور البلاد، هذو دوم الحبس. أما الناس اللي مازالها كرشو جيعانة ويتفرج في الفوتبال، اللي يصرفوا على الرياضة الملايير والمليارات بلا نتيجة، وصوتي الموضوع الواحد تاع الرياضة باسكو درت أنا منشور وقلت باللي غير اللي ماش جاب خبر اللي مازالوا يردوا في الرياضة. الرياضة يا جماعة ولات كوميرس، الرياضة ولات كوميرس. إسبانيا يدخلوا دي مليار دي مليار من الرياضة، لي جوار اللي يخلصوا راك تشوفوا فيهم ترانسفير تاعهم دي مليون دو اورو، يخلصوا لي زامبو عجب. ميسي يخلص 4 ملايين 5 ملايين اورو في العام للخزينه تاع برشلونه، لا راينا في برشلونه سي دي كوميرس. حنا هنا ملايير المليارات تصرف على الرياضه ما كاين حتى نتيجه، جوار ما فورميناش، لاعب ما فورميناش هنا، ورايح يلعب في الخارج ويجيب لنا. البرازيل عايشين غير من الرياضيين تاعهم، ايكول دو فورماسيون دي جوار سي دو كوميرس. وحنا هنا دايرينو مخضر للمصغر، سمعنا هما يتكلموا ها وعدي يلعب فلان وها وعدي يلعب الماتش الفلاني وستاد مقصر وما نعرفوش، وهما مازالوا ينهبوا في الدرام تاعنا. دونك الرياضة هنا قلت يصرفوا الملايير المليارات. السيد دار ماتش في 81 ربح الالمان، ما جبنا والو، بريمي تور رحنا ربحناهم، جو سي با كيفاش ربحناهم، ما فهموش اللعب تاعنا هما سيدي التكنيسيان، حنا لعبنا فوضى ربحناهم 2-1. مازالوا عايش كي الملك فوك، كل ما يتكلمك قال لك حنا ربحنا الالمان. واش ربح في الالمان؟ واش جبت في 81؟ جبت لا كوب دي موند، جبت الدوزيام بلاس، درت بيبليسيتي لسوناكو مع ليبوك ونباعو الكاميوات. واش درت؟ ليكيب ناسيونال تبان باغيين نخرجو لا كوب دي موند باش نمسو السلعة نتاعنا هنا بور فان دو لا بيبليسيتي انو برودوي كيما يديرو البلدان، كيما يديرو البلدان. نهار تربح البرازيل لا كوب دي موند القهوة تاع البرازيل تطلع، نجيبو الشهرة. حنا هنا واش جابو؟ دي جوار لعبوا في 81 ربحوا الالمان. انا تفرجت الالمان بيكون بوردهش قالوا واش من هذه الفوضى، لعب تاع كارتي والاخرين زيت دي تكنيسيان بو ربحناهم، حنا فرحنا. فوق مازالهم ياكلوا يدوا في الديار ويدوا في البلاد ويخلصوا ويجيبوهم يديروا الكونفرنس ويساندوا الحكومه والاخرين عايشين على جر ماتش ما جابوا والو الجزائر. فوق كيف ترانسفير دي جوار اون الجيري 300 مليون 400 مليون مليار دورو ما يخلصوا لي زامبو، وخدام في لوزين يخلص لي زامبو. ولا الفوتبال تاع الجزائر لوكو ماشي دايرينو غير باش يلهيو الناس، وراه واش راه يجيب
قلت الفوتبال ولا كوميرس. ريال مدريد منا كيدخل ستاد 200 اورو كيدير بوبليسيتي في ستاد نتاع ريال مدريد، قال المنتوج الاسباني يمشي يفوندو لا بوبليسيتي لبلادهم، يبيعوا لي جوار يفورميو، سي اون اندستري صناعه. حنا هنا ما كاين والو. المالي برك عندها 1200 اي كيك جوار يلعبوا في الاوروب، كي دخلوا لها كل واحد يدخل لها 1000 اورو راهي دخلت 1200 اورو بار موا لا بار يدخلوا. وحنا هنايا قال لك درنا والاخرين. سي بور سا كو جي دي، قلت بلي الرياضه في الجزائر مخضر، ولات مخضر في اوروبا زهو ديستراكسيون كوميرس، يدخلوا دراهم. هنا في البلدان المتخلفه كما في الجزائر دايرين المخذر للشعوب، لي جون غير فوتبال، تهضر في الفوتبال في السياسه هاني نهضر بالدرجه ونهضر بالهضره تاع القوي ما يفهمونيش، كي يحكموني في الطريق يقولوا لي واش واحد خطا هضرت مع على البرو اورساك، ما فهموش شنو برو اورساك. حكموني 77 واحد هنا وشنو هم عمي واحد البرو اورساك تاع الماء، من هالي لهم في الفوتبال، يعرف ميسي يعرف بطروني يعرف ما نعرف واش يعرف منا يحصل لي خرصو نساهم شحال وقت تزوجوا وقاعدين مساكن دورو ماكش نتفرج ماتش. كي نكون نسكن في اوروبا ولا عندي نفس المستوى مع الاوروبيين، صالون شباب قاطو قدامي مصروف عندي ليكيب تاعي تجيب لي تفرحني نتفرج، ماشي ياكلوا الملايير المليارات باش يخذروا الناس. واش راه يدخل الرياضة الجزائر؟ لي جوار ما يخلصوش لي زامبو، الصطاد من عند الحكومة، اللبسة من عند الحكومة، سبونسوريزي من عند الحكومة، من عند لاكاس دو ليطا، مخازن الشعب، ودورو ما يخلصوش وما جابو لنا حتى شنا، ما جابو لنا حتى شنا. روح لاكوب دي موند برمي تور تروح، ها هو بروبليم، بروبليم كبير. ناس ما تفرقش فوتبال في اوروبا، مستوى المعيشه تاعهم مليح، عندهم الحريات، عندهم الديمقراطيه، عندهم يتفرج ماتش. والكيبا تجيب له دخل له الخزينه، لي جوار يدخلوا له الخزينه باه ياكل وباه يداوي، ويزيدوا من ذاك الجوار يبنيو ويصدقوا ويبنيو. هنا ما كانش جوار، ما كان ما دخل دوره حتى الخزينه، مليار يترونسفيري وما نعرف شحال مليار دوره ما يخلصوش على زامبو، والنظام ساكت. المهم يرقد لنا الشباب هذا يولي ما يفهمش، ما لازمش السياسه، ما لازمش الشعب هذا يدير السياسه، يبقى في الفوتبال في البوله اللي ما تجيب له والو غير خساره من خزينه نتاع الدوله، والخزينه تاع الدوله هي خزينه الشعب. انا اللي راني نخلص l'argent des contribuables. Ils sont en train de bouffer l'argent des contribuables sans résultat. Bla نتائج. ما كانش. Bla formation. ما رانا نبيعوا حتى جوار. ما كان حتى جوار فورمانا. وزيد ليكيب ناسيونال تاعنا ما تقولش حقيقة المستوى نتاع الفوتبال تاعنا هنا في الداخل. مستوى تاع ليكيب ناسيونال algérienne ne reflète pas le niveau sportif ou du football en Algérie, parce que les joueurs de l'équipe nationale gagnent les joueurs d'Europe. Il y a les rames et bien non, Moussaoua est à l'Europe. Je ne sais pas si Moussaoua est à l'Algérie. Quand on a Moussaoua, Riyad est à l'Algérie, c'est à l'Algérie. Il y a les gens qui ne comprennent pas ce que ça. Donc l'équipe nationale, bah, je dépends de la représentation nationale, c'est-à-dire Ouattaniyine, Djazaïriyine. Non, je parle du football, niveau du football. Les gens ne sont pas les Djazaïriyine, ils sont l'équipe nationale. Mais ils ne sont pas les réalités de la réalité de la Djazaïre, parce qu'ils sont tous les joueurs dans le monde. Si vous voulez savoir le réalité de la réalité de la Djazaïre, دير ليكيب ناسيونال من المحليين،
من اليسمى والمولودية ومن هو تشوف المستوى تاع الجزائر. إلى ما يدوش 40 هدف مع أمام مالي يعني يدخل في موضوع يعني. وي إلى دي دوسي تريلور إي ناريان سعد بوتفليقة إي ناريان واش من الدوسي؟ رانا نخدمو في النوكليار، رانا نخدمو في السلاح اللي قال واش من الدوسي؟ دوسي دو كوربسيون تاع رشاوي. على بالنا بلي المسؤولين قاعد داونا دراهمنا، وراهم من فرنسا عندها الدوسيات، لي بنك سويس عندهم الدوسيات. حنا المشكل تاعنا لا كوربسيون، حنا المشكل تاعنا الرشوة واختلاس أموال الدولة أو أموال الشعب. في لي بنك سويس عندهم الدوسيات، فرنسا عندهم الدوسيات، وراهم يديروا الشونطاج المسؤولين هذو. هذا سعد بوتفليقة واش عندنا النوكليير يكشف الحالة، نخدموا السلاح يكشف كاش نموذج رانا نخدموا فيه في السر. مي إن غيا، إن أبسولي غيا. إلا فولي سيت أن بتي فولور سريريق، أه كيما جمعتو سيبوا البلاد، نهبوا البلاد، دوك يخلص. يخلص هنا ويخلص عند ربي، ما عنده حتى ملف، باسكو كل شيء بالمكشوف هنا في الجزائر. ما كاش نهبوها البلاد، سابوطاوها، مؤسسات مسابوطين، داروا الناس يقول كنا نديروا الولات بالمعرفة، على بالنا بلي كان هو اللي كان يدير الولات. يقول كنا نمدوا الكريدي بالمعرفة، على بالنا كيفاش راحوا لي كريدي اللي ما نمدوهم. يقول فلان عنده دي زوتا في أوروبا، على بالنا بلي جينيرال عندهم أوتيل أو مات. يقولوا عنده 20 اوتيل ولا 30 اوتيل، واش يقول؟ واش من الدوسيات اللي عنده؟ ربي يحفظك. بارطاجي وانا راني مبلوكي سي بوسيبل. لا لوا دو لوف اي لا دوموند بيان سور بيان سور سي سا دور اقتصاد. لوفر اي لا دوموند تكلمت عليها قبيله. عندك الانتاج فايض، البطاطا تهبط لك لزيرو، ما عندكش الانتاج البري يطلع. وحنا ما عندنا والو، حنا باسكو علاه كل حاجه سيسوها، الفوتبول سيسوه، السياسه السياحه سيسوها، الزراعه سيسوها، كل حاجه دخلوها في السياسه، كل حاجه، ويمدوا دي شيف ويكذبوا الناس وكاين وكاين. وحنا ما كاش، لو كان كاين كاين البطاطا ب 2000 فرانك. Ils sont nuls dans tous les domaines. Et bien sûr, parce que l'élite, Goult, c'est un édame, c'est une ustine, Nourba, ou les nationalistes, ou les brûle-blad, M'hemchinhom, ou tu fais un wesh d'aro, ou tu fais un kifesh l'aboubl-blad, ou tu fais un kifesh m'dou les postes, ou kifesh m'ossassat, ou je connais l'ihkmoa, donc, femt, عندهم غير لغة العنف كما هدرت في الديبي تاع اللايف. اللي ما يجيش معاهم ضدهم عدو، دايرين عدو خيالي وداخلين غير في العنف ولغة العنف والقمع، وحنا والضغط ونضربوا وما نعرفوهاش، ويتكلموا كلام يعني ما ماشي سوا سوا كاع، ماشي بقيمة الجزائريين. دونك هذه هي اللغة تاعهم. بون نخليكم باسكو قلت انا راني مريض ولا راني بالطونسيون مات. درت لايف باش نبقاو نضلو باش نبقاو نعي في الناس. يكون النص باذن الله، لان هذا النظام كما قلت ما بقالوش، وكنا تكلمنا مربوط بالنظام الفرنسي، والنظام الفرنسي راك تشوف كيفاش راه مهلوك او راه يبردي في الحلفاء نتاعو. دونك ضعف النظام الفرنسي يزيد يضعف هذا النظام، لان نعرفوا بلي فرنسا هي اللي راهي تسير في البلاد هنا بتدخلات تاعها السياسيه، و 62 بالتدخلات نتاع ولادها اللي راهم هنا اللي نهبوا البلاد، اللي كسروا المؤسسات، اللي ما خلاوش الجزائر توقف وكانت مقصوده باش ما تطورش الجزائر وتكون منافس لفرنسا، لان فرنسا الجزائر جايه في لافريك، لا بورت دو لافريك. دونك تخيلوا الجزائر متقدمه، تخيلوا الجزائر عندها صناعه، تخيلوا الجزائر عندها
ثقافه وعندها كما قلت الاخر يعني فرنسا ما زلت تبيع حتى بولون لافريقيا. هذا هو المقصود. من 62 كانت مقصوده مولد فرنسا اللي هنا خلتهم رعوا لها المصالح وصبوطاو البلاد، صبوطاو الصناعه، صبوطاو الفلاحة، صبوطاو التجارة، صبوطاو العمران، صبوطاو الموبيلي، صبوطاو كلش، دمروا الجزائر. لكن الجزائر عندها ولادها، نبقاو نظروا حتى نحققوا المطالب نتاعنا الشرعية اللي هي دولة قانون، دولة المساواة، دولة الكرامة، وين الجزائري ما يعمرش بروحه ويموت في البحر، يبقى هنا لأن كما قلت تكون كاينة حريات، تكون كاينة كرامة. وهذا المصغر زيد جو بروفيت لوكازيون، ما راهمش يهربوا على جال دراهم أو على جال بطاطا غالية أو نو، راهم يهربوا باسكو الجزائر حاسين الجزائر حبس، ما كانش حريات، ما كانش سياسة، ما كانش نفس نتاع الحرية، يعني حبس كبير على هذا الأساس اللي الجزائريين راهم يهربوا، لأن رانا نشوفوا حتى ناس عندها دراهم هنا راهم يهربوا. دونك لا كوز نتاع ليميغراسيون هذه ويدو الريسك ماشي الفقر، لكن الحريات ما كاش، القانون ما كاش، الديمقراطيه ما كاش، راه عنف كبير هنا في الجزائر. دونك الناس راهي تروح، ورانا نشوفوا فيهم يعني للاسف يلحقوا السواحل اسبانيا يركضوا لانهم هربانين ماشي من الفقر، هربانين من الجحيم نتاع النظام البوليسي، النظام القمعي، النظام كما قلت اللي يدي ولادو الباطل للحبس. السلام عليكم.